أتذاكر وياك مع نقطة يتطور. أنت تتهم بها السيد الكاظمي أنه لا يمتلك عمقا سياسيا وبالتالي يذهب إلى مشاريع قبل أن تلد هي ميتة، وحقائق الأمور تقول أن القوى السياسية الموجودة وحتى التي جاءت بالسيد الكاظمي هي التي ترفض أي مشاريع للمصالحة أو للتقارب أو إشراك النخب في سبيل تغيير المنهجية. وأنت عرفت ما الذي حصل للسيد الكاظمي حينما حارب السلاح المنفلت وكيف هجوا عليه وشلون هجموا عليه وكادوا أن يقتلوه. نعم دكتور، الكلام في القوى السياسية، شوف أنا من أقول الرجل ما عنده عمق مو معنى أنه المشروع الحوار ولد ميتا، لا أبدا، مشروع الحوار هو مشروع قائم، عنوان قائم، لأن كل العراقيين يفتشون عن حوار وطني، وكل العراقي بالتأكيد حتى أستاذ عبد الكريم عبطان، حتى إحنا نقعد في كل جلساتنا نناقش مسألة الحوار الوطني وكيف نصل إلى المشتركات، هذا موجود، هو لم يلد ولم يكن مشروعه مشروعا ميتا ولا ولد ميتا ولا بدأ بميتا أبدا، هو قدرته على إحياء هكذا مشروع قدرته ليتسبب. بس تسألتني سؤال مهم أنه مسألة القوى السياسية التي أسقطته التي عارضته، هو في البداية أعطاها وعودا، هذه الوعود لن يلتزم بها، لن يستطع أن يلتزم بها، فكيف الآن يرجع مرة ثانية ويقول لهم تعالوا نتصالح ونتحاور؟ هو أصلا هم اللي اتفقوا معه على جملة من القضايا، وأنا أقول لك يا بمعلومة ولا أقول لك يا باستنتاج، مثلا الذين اتفقوا معه على أن يكون رئيس الوزراء ضمن شروط الفتح وسائرون وبقية القوى السياسية التي أيدته، أي قالت له نريد منك أن تكون رجل الانتخابات وتهيئة الأجواء الأمنية وغيرها، وعليك أن تتصف بالوعود التالية حتى في ضمنها تشكيلة مجلس الوزراء وتشكيلة المكتب لرئيس الوزراء، وعود اتفق فيها وتشكيلة المكتب الإعلامي، هناك اتفاقيات حدثت بينه وبين هؤلاء. إذا هو تنسل عن هذه الوعود مع قوى حليفة له أوصلته إلى الحكم، فكيف يمكن أن يتعاون معه على حوار؟ رقعة الثقة اتسعت واتسعت يعني كثيرا، وبالتالي هم أنا قبل أن أنتقل للدكتور عبطان ويعتبرونه رجل يا دكتور قبل أن أنتقل للسيد عبطان، يعني الآن أنت تقول بمعلومة، طبعا وجهة نظري أستاذ، لا أنت تتحدث بمعلومة، أنا ما هذا الموضوع، أنا أحترم وجهة نظرك، أنا أحلل الماء يعني هنالك فرق، نعم، في المعلومة وحلل المعلومة، فرق وحلل المعلومة، تمام. أنت الآن تقول معلومة أن القوى السياسية اتفقت على التعيينات حتى في مكتبه وحتى في المكتب الإعلامي، وبالتالي السيد الكاظمي، نعم، انقلب عليهم، نعم. ما الذي يمكن أن ترجو من قوى سياسية، صحيح، بدلا من أن تتفق مع رئيس الوزراء على قضايا تهم الوطن والمواطن وتفرض مصلحتها من موظفه في مكتب رئيس الوزراء أو في مكتب الإعلامي ليكون جاسوسا على رئيس الوزراء؟ لا مو بهالشكل أستاذ نجم، ليس بهذا الشكل جاسوسا، هم تدي قوى سياسية تعتقد هي صاحبة الأغلبية الأصوات والدستور يخولها بترشيح رئيس الوزراء، فمن حقها أن تحافظ على هذا الامتياز. هاي من جهة، ثانية هم اشترطوا عليه أن يحفظ الأمن ويعيد الأمن ويهيئ إلى انتخابات مبكرة.